طيب الكلام على الاهلي اكيد ما بيخلصش، فخلينا نبتدي بترند الاهلي ونشوف في السوشيال ميديا الناس النهارده اتكلمت وقالت ايه. طبعا المعظم بيتكلم عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وطنطا، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيتكلم او ده على الانستجرام تحديدا، واللي بيتكلم على تشكيل الاهلي المتوقع لهذه المباراه. هم هنا بيتوقعوا ان محمد الشناوي هيكون في حراسه المرمى، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمد هاني، وعلي معلول في خط الدفاع، في نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، وقدامها احمد الشيخ، والثلاثي الامامي كل من جونيور اجايي، اليو باجي، ومحمود عبد المنعم كهرب. ده من حساب يلا كوره وتوقعهم لتشكيل النادي الاهلي. لكن في توقع اخر من حساب سوبر كوره، واللي بيقول ان هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه، ايمن اشرف، معلول، وهاني، في نص الملعب حمدي فتحي، اليو ديانج، أفشا، كهربا، اجايي، والمهاجم اليو باجي. طبعا كلها بتبقى توقعات طبيعيه قبل مباراه اليوم او اي قبل اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. تعالوا نروح لحساب جول مصر على تويتر، واللي قال ان محمد الشناوي حارس الاهلي يسعى لمعادله رقم شريف اكرامي امام طنطا من حيث الشباك النظيفه في موسم واحد. شريف اكرامي حارس الاهلي السابق قدر ان هو يوصل ل 23 كلين شيت في موسم 2016 2017. محمد الشناوي لحد دلوقتي وصل ل 22 كلين شيت في موسم الحالي اللي هو موسم 2019 2020. لو باذن الله محمد الشناوي النهارده ما استقبلش ولا هدف، يعادل رقم شريف اكرامي، وهيبقى عنده فرصه كمان انه يكسر الرقم ده خلال الثلاث او اربع مباريات كمان المتبقيه ما بعد مباراه اليوم. الشناوي في الحقيقه بطل من ابطال النادي الاهلي، ولعيب او حارس يعني ممتاز ممتاز، شخصيه رائعه، و عنده امكانيات هائله. وفي الحقيقه يعني الواحد كان بيطمن على حراسه المرمى ايام عصام الحضري من زمان قوي. دلوقتي الواحد ابتدى يرجع للايام دي من خلال اطمئنان على حراسه المرمى في النادي الاهلي من خلال محمد الشناوي. ففي الحقيقه هو احسن حارس في مصر، وان لم يكن في قاره افريقيا كمان بدون مبالغه. نتمنى له التوفيق دايما. ولسه احنا مع محمد الشناوي من خلال حساب الاهرام على تويتر، واللي قال ان الشناوي يرفض الراحه في الاهلي بسبب اكرامي والكلين شيت، يعني في اشاره ان هو بيحاول يعادل رقم شريف اكرامي وكمان يكسر الرقم ده. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ان هو يكسر رقم حارس بيراميدز الجديد شريف اكرامي. احنا عندنا الشناوي طبعا يقدر يحقق الارقام دي واكتر كمان باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر، واللي بيقول ان نتائج مواجهات طنطا والاهلي في الدوري المصري، الاهلي فاز في 6 مباريات من اصل 7، وكان التعادل حاضر في مباراه وحيده بين الفرقتين. النتائج زي ما حضراتكم شايفينها كده، الاهلي فاز 5-0 و2-1، وبعد كده ثالث مباراه كانت تعادل ايجابي 1-1، وبعد كده الاهلي قدر ان هو يفوز في ما تبقى من مباريات حتى قبل مباراه اليوم 1-0 1-0 1-0، واخر مباراه كانت 2-0. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه الثامنه ما بين الفرقتين يقدر يحقق انتصار ويضيف 3 نقاط اخرى في اطار تحقيق بعض الارقام القياسيه، وفي اطار التجهيز المناسب للاتحاد الافريقي باذن الله تعالى.